اتكلم عن محمد عبد المنعم، لانه يعني محمد عبد المنعم احرز هدف النهائي وكان الافضل في المباراه النهائيه، حتى انت يعني اتكلمت عنه بشكل جيد جدا. محمد عبد المنعم كان احد اكتشافات منتخب مصر كارلوس كيروش في وجود طبعا كابتن وائل جمعه مديرا للمنتخب في ذلك الوقت. هل كنت تتوقع وصول محمد عبد المنعم لهذا المستوى الرائع الحقيقه اللي هو فيه دلوقتي؟ البدايه بتاعته كانت ممتازه ويستحق التواجد في المنتخب كاساسي ويستحق التواجد في النادي الاهلي. محمد مجتهد ودماغه كويسه ويمكن يعني خالي من العيوب يا اسلام، باستثناء نقطه صحيح. واحده ما تعبوش قوي، يعني هي نقطه العصبيه اللي انا بحسه ان ساعات بيخرج بره التركيز للحظات، بيفقد التركيز بتاعه في بعض اللحظات في اثناء المباريات. انما محمد عبد المنعم من افضل اللعيبه اللي موجوده في داخل افريقيا حاليا في مركز قلب الدفاع، وعنده فرصه كبيره كمان للتطور والتحسن يا اسلام، خاصه انه لسه في بدايه برضو المشوار بتاعه. انما عنده كل المواصفات الحمد لله، قوه بدنيه، تمركز كويس، قرايه للعب، ودي نقطه مهمه جدا جدا في اللاعب اللي بيلعب في قلب الدفاع، بالاضافه لتميزه بقى في الكرات الثابته الهجوميه بالذات، انه بيقدر بيخطف الكرات بالذات الركنيات والفاولات ويتعامل مع الكرات الثابته، خاصه ان دي عندنا نقطه ضعف. انت عارف دايما يا اسلام في النادي الاهلي عندنا دي مشكله في اللاعب اللي يحرز اهداف من كرات هجوميه، يمكن هو ممتاز فيها هو وحمدي فتحي بشكل كبير جدا وياسر لما بيجي لنا كرات ثابته، ودايما بتبقى حل للنادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي، خاصه مع التقفيل الدفاعي اللي في اغلب المباريات النادي الاهلي بيلعبها يعني.